اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي أعزائي الكرام. في هذا الفيديو نتكلم على الفيزا الذهبية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الفيزا جولدن فيزا. الجولدن فيزا كما عرف كما اللي كيعرفوا اللي كيتبعوا الأخبار فالبرتغال صافي نهات هذه الفيزا جولدن فيزا، والآن إسبانيا كتفعل نفس الشيء كتعدي نفس الشيء. يعني المستثمرين الأجانب اللي كانوا كيجيو يديروا الفيزا جولدن فيزا صافي ما يقدروش دابا يدفعوا على حسب هذه الفيزا. هذه جولدن فيزا كانت واحد الفيزا يعني كتشارك بواحد المقدار يعني راس مالي يبدا من 250 يورو الى اكثر. ف يعني كان كطلبوا يشريوا العقار في اسبانيا او يشاركوا في شركه في اسبانيا مع اسباني اللي كان يحركوا الاقتصاد. من امتيازات ديال هذه الفيزا دي كانت يعني كيحصلوا على مباشره على 3 سنين ديال الاوراق، يعني الفيزا في 3 سنين موراها عندك حق تدفع الاوراق الاقامه، كيحصلوا على عام عامين 5 سنين موراها حتى يقدروا يدفعوا الجنسيه بشروط معينه. لكن دابا هادشي هذا كامل صافي وقف، لان من اكبر المستثمرين بالنسبه للمغرب يعني في اسبانيا في العام 2023 المغاربه يعني هما يعني في المرتبه الثالثه في شراء العقار، ما يقارب 6400 عقار اللي تشرى في اسبانيا من مغاربه خارج المغرب، خارج يعني اسبانيا او في اسبانيا. الغاء هذه الفيزا ديال الذهبيه او ما يسمى بجولدن فيزا جاء بعد الحكومه الاسبانيه وافقت على اصدار يعني تسويه اوراق للمهاجرين، اغلبيه المهاجرين ان شاء الله يصوبوا الوضعيه ديالهم الغير قانونيه في هذا القانون الجديد اللي غيديروا ان شاء الله في هذا العام هذا، ولكن باقي ما داشي الشروط اللي غيطلبوها. ولكن بحسب المحللين والسياسيين كيقولوا من اهم شيء غيكون بان الكونترا يعني عقد العمل ما يكونش ضروري في الطلب يعني الورق الاسباني ورق الاقامه. وان شاء الله عندكم فيديو خاص يعني او فيديوهات خاصه بهذا الشيء هذا، يعني اي حاجه خبر جديد او اي خبر يكون ان شاء الله حنا ان شاء الله تسمعوا علينا من الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.